تصدق ده احنا لسه على اول سلمه في سلم المجد والصعود. نفسي اطلع سلم المجد. مجد مجد يا عمي. بصي دي يا عمي حلوه. سيستم اني فين الدولارات يا عمي؟ مكمرهم عشان محدش يقفهم ويغفلونا. غفلونا ازاي يا عمي؟ ما احنا وصلنا البيت يا عمي. طلع الدولارات يا عمي. انت بتخوننا يا سوستا. ايان هات الدولارات. انجز امسك يا عم الدولارات اللي هتغيرنا. امسك. انا ورايح اسم الاستاذ سوستا بيه. جدع. هنزل بقى اشتري شويه حاجات لامي وللبيت راح تاني. ده انت اشتريت لهم نص المحل. ما تشتري لهم المحل بقى سوستا عشان نخسر بفلوسي. بعدين يا عمي مش كتير على امي. دمي عارف يعني ايه امي؟ لا ما اعرفش. انا يتيم. تزعلش يا عم. خد امي لي خالص. لا مش عايزها. وانا مش عايزها. هاتي. لا اوعى السوست. ما انا عارف عن. كم انت نفسك؟ ده انت ابويا. ابويا ده انت تلزقك مكانه السجن ما يخرجش. خرجي خالص. ما تطيش. ايه ده؟ مفيش حد. ابويا المحترم بيمد ايده عليا. ما تصدقهاش. دي بنت كدابه. حصل وصورتك. يا ولاد الكلب.